أيضا سبحان موسى الجبجبي إنه كان حليما غفورا، معناها إلهي يتسبيح لأسكون كاسر نصاص وتسبيح حنيا بني آدم محاجر قلوعا وإلهي إنو عابد عن ديدا وإلهي إنو كتسبيح سنة عن ربين وإلهي سيل آيديه ولا الأسوء أخرى وكلا إلهي وحيالا عن لائق أهين كتسبيح سنة مركا كواسي وحي كجوغا وأدونك مارتي وبرواقي سنة وحوي إلهي حلمي جيسي سبحانه وتعالى إيوه لعل إني سون غنانه إلهي أتوبت كينا وحق إيقرتان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan ku gudbi jirnaa ka hadalka xaqiiqada allanimo iyo meelaha ay ka muuqanayso iyo sida xaqiiqadan ay u caddahay ee ay u muuqato. halqadan saddexaad waxaan ka hadlaynaa majaalka ay ka muuqato laa ilaaha illaa ujeedka silsiladan ugu magacdarnay tanziihullaahi wa tacdiimihi ujeedkeeda waxa weeye inay dadku u caddayso xaqiiqada laa ilaaha illallah isla mar ahaantaasna ay dadku barto ama ay u qeexdo إلهي سبحانه وتعالى إنه إساقة كلية وياه ربك وضع حقه سي دادكو أي وحقية جيان هدفك دوني دان الله كياني يا أها عبادة إلهي كلية إنا يعبدان سيدا اللي أويري وما خلقت الجنة والإنس إلا اللي يعبدون إيو إنا دادك حقية جيان خلافة الله في الأرض إن دوني دان وحا الله كياني أي تهي إن إلهي سبحانه وتعالى منهج كيسا إيو نظام كيسا أي تطبيقيان كدي من دوني دان أي كباهيان منهجك إيه نظامك الله كليا ونقد متك عالم كان كتلنا إيه إن أيو استعان خلاف داس يده أي كوك هذا بلنك إلهي سبحانه وتعالى يشرد إيه جل الله إنه إلهي كليا بين آدم كان سجى كليا ربي وياه سجى كليا الله وياه حلقة ذا سدحات وحين عاو كوسا قادنا هنا آيدا كجرا سورة إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دكتور عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدي ولال أشيغي موضوع عام وحكوس عضا إلهي سبحانه وتعالى سأل أقرن لي ووحن نقب من قال أن اسكت السالين لي معي المانتا فرصة الله يستا بني آدمك شلي القرآن كان مركز دقيقي حالد أو كسبنا وحيهد عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى إنه إلهي كراشدي سعيد أو سجرني ما أنت أنا نفس الحالة فروق هجرته كالدوانا شهجرين لكن عدم المعرفة هجرته آيات كبركة وحيلها ما أشبه الليلة بالبارحة آيات كبركة قرآن أخرية يسو أو داتك نقن كودة في رسو وحاد أركيسا إن داتك شبه كان حيو ما يا رب ذا الليس كدو بدي
هذا هذا سوق هذا النه آيات كجرت سورة الإسراء إلهي وحليه سبحانه وتعالى أسقى الله يابا الله إنكر يو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. عجيب يعني هذا تتعجب ووح لا إنكره قف جاهل ووح أقي هلا أرك ومسكين وضعيف ومير إسكفرية إنه أصغ وحكى لقيبية وح إلهي أبو ري سبحانه وتعالى وهدر أنت قيبية وح أصغ أكتيس كليتي أو أليه خالقها أو كون كارن لها أو أصغ لها ووحو قيبين يلها يري وحي أصغ أكتيس كليتي إلهي بالي وحي كلنا أنالي وأرين لليام إلهي وحولي أفأصفاكم ربكم بالبنين والرب بوحو إذين دوري أذينك ويلشي ميو إذين دوري هذا ويلل إيه كبرو إلهي أكتس وأسكم ومخلوق إسلام يستر يؤو إلهي أكتس محوها مارتي مخلوقات كيس كبير لكن حاله الله يا منطقه ذا يا عقل ذا يسيكو فكريا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ملائكتي من قبلك إلى الملائكة بنات الله إلهي إلهي وحير إنكم لتقولون قولا عظيما قولا عظيما آيات شيخ سر وقول إنكره آيات سرنتي وحي تورتي باليري وبنانك أصارتي ذاتك عقل دردو ذا إيو عقيد حمدو ذا إيو ضعف قودي كجري كلمة دا سابة كفي رنبا وفكي وحفهما إنكم لتقولون قولا عظيما إلهي وحداني يدسي إيو إن أي كل قود الدوماء النخذان أسغنا الله أو يهي با آيات داس كليجيت كفي لنتهي ذاتك هزائي كل لكرتا إلهي الله كون كان إسكاله ومعناها زمرك قفكو فهم أي قارسين كرتا سيدا كون كرم أي قارسين سيبا ومحوءها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه وما تسبح عبودية كاملة وقانسا كاملة الأحجار والأشجار والإنسان وجميع المخلوقات يا إلهي ساس وغانسن مركاسا كوان شواد أي وحي سو استاغين إن إلهدان محوها بنات كان إله با إسكال بنين كان أنغا إسكال وأرن آد إياد أفور آيات كان إلهي وحكيري ما اتخذ الله من ولد إلهي ولد ما سبس وما كان معه من إله قالوا إلهي وحلو ذاكته وحلقها يبسطنا أصلا ما بجير سبا وما كان معه من إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يعني آيات تتعجب إلهي سبحانه وتعالى وكم موجين أيوه جهل قيودة يفعل حمدودة أيوه محوها عقيدة حمدودة حقائق ذي ربطا هذنا لغسوية وإلهي وصدق السوية بركة أخيرا إلهي سبحانه وتعالى توحيد كان أسودي شيء قرآن كان حبارسا قرآن كله توحيد وي وإسلامك وذاتك حقائق تسيا ومحوها طريق قلعنا وإيقاذين كسو الله حنية وإلهي أسكو بريه بسيدة درتين وحاليليا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا قرآن كان وحادبا قيب لوغا كيني هذا آيات ما اتخذ الله من ولد لليه إيا فأصفاكم بالبنين تصريف كقرآن كي كميتا محا أجددتها ليذكروا إلهي وحوكيني إن ذاتك أو حصوصيه أو حقائق أسعليه لكن محا ليه وما يزيدهم إلا نفورنا عليه عرر إيا كفوغان شو وامن دمان تلقو
ما أنتي مركب وحاوية إلهي فضل جيسة أيا ما أنتي نوش يجية وروح عن سمين إنه قيم كنوس سمين سمين ليس بالضرورة إن ما أنت ترى ذو كانوا بنات كان الله عليه كانوا مقعسي عليه لكن هداد إلهي آذن قدر وما قدر الله حق قدري شيء والبما يشعر لي آذن لكن ميزانك إلهي آذن وحكو ميزان من مال والبابا سيدا أيتهاي أو إلهي أكتس أيكتهاي أيس أكتا هذا كان نقولين وحال متى قرادة أستيري محوءها بنين كان أنك إسكالة بنات كلام حال تقدير حمو إلهي أنا قدرين معرفة حمو جهل حمو معناها جهلي بني آدم أو كل عي أرين تاسوي مركز ددك وحان لين هاي وار إلهي هلا برتو أو إلهي هلا صول لابتو أو إلهي شيء والبابا سيدا أو كرنغي يميزانك أو ساري يميش أو لغي أن لغنو لكي نكون عباد الله سبحانه وتعالى الخالصين له الدوم إلهي خالص وأسيا أنقنو أن إلهي راعنو إلهي أقون سنو وحول بأقدم بينو صحابة الرسول الله شيء أي يقانان وروحس قرح ذا سديل إلى ذا محيطه الله ورسوله أعلم ليشري لعلم حيك بقايان إلى إلهي مقعك لأبحي سبحانه وتعالى وقرح ذا يقانان ساسا الدول لماذا نبتا يكو إماني ساي إلهي الدول مديسا وفكي إسلام لماذا نبر ربه إلهي الدول نبه النقضو شيء والبنى مقع بحنتيسا يميزان كيس أسأله أول الله جزاك الله خير أستاذ محمد ولال عبد الله أيديه وسوء أخريي وتلمامي إلهي سبحانه وتعالى وحان لائي وآهين وإلهي سبحانه وتعالى وكهو فنيه إن أوتيريان آيادا سوء سعطان أخرين دون إلهي سبحانه وتعالى وحو نوشيغيا كون كان أو رمبا ألاك تسبيح سنية أو الله فيا وإلهي سبحانه وتعالى كان زهي وحي عن لائي وآهين إلهي وحيد سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إلهي سبحانه وتعالى آيات سبحانه وش يجايا وح شيء الأوران كلا وكون كان حيس كجله وصمد أمها هات أم لولك هات إلهي سبحانه وتعالى إن يكون تسبيح سنة تسبيح ذا معناه حوي إلهي سبحانه وتعالى ولا جهفه ولا نرتر إلهي لا تيرين وحان إلهي أصمدني سبحانه وتعالى مركا وحيالها بني آدم كأملين مي حتى إني سن جمادي هنا سن روح لهين إلهي وحنا لي هاي نجحها يبورها يجيلها يوح الله وح مخلوقات إلهي أبورتي ووحد ليا وإلهي كنت تسبيح سنية نبي جينا سلامة الله وسلام عليه وشيء سحابة نجحهم بانقرنا يا بيلي يقول تسبيح سنجي مارس وشيء بل جيت كي مارس عليه سنة من برك الله سمين وكل استاج جري نبي حتى مركو كدك تي مارس جيت كي وتاب ترمية وطاهي على الأرض مرك إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كي صور نن بهفية وكنت تسبيح سنية ملائكتنا إلهي وبشيء سبحانه وتعالى أجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون بل هل إيهابين بإلهي كنت تسبح سنة سبحانه وتعالى لكن إلهي سبحانه وتعالى وحونه شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه بل إذن كل لكن قررنا ما يسان تسبيحه بل طريقة ضوضة إيا اللقاء ضوضة إيا أفق إلهي كخلقي بي إلهي كنت تسبح سنة سبحانه وتعالى لكن إذن كل ما قررنا يسان بل مركة أنبياء إلهينا إلهي قاربه قارسيي إن إلهي سبحانه وتعالى مركة كنت تسبح سنة شنبرها إيا بورها إيا أي لا تسبح سنة سيد النبي الله داود وكل عليه الصلاة والسلام مركة لكن حالنا ذي بين آدم كي ولكن لا تفقهون تفتيحهم إذن كل لكن ما قرن إنسان سيء وتسبيح سنة يا لغضي كوه الله يا إيوه سيد طريقة وتسبيح سنة يا إلهي سبحانه وتعالى آيدا سبحانه وسوى قلب قبي إنه كان حليما غفورا معناها إلهي تسبيح ناس كون كاسر نساس وتسبيح حنيا بني آدم محاجر قلوعا وإلهي إنه عابد أنديدا وإلهي إنه كتسبيح سنة عن ربين وإلهي سيد آيديه ولا الأسوء أخرى وكلا إلهي وحيالا أن لا يغاهين كتسبيح سنة مركة كواسي وحي كجوغان وأدونك مارت وبرواقي سنة وحوي إلهي حلمي جيسي سبحانه وتعالى إيوه لعل إنا يسون نغضانه إلهي أطوبت كيانا وحق إيقرتا إلهي سبحانه وتعالى حلمي جيسي سنة وجوغان مهنة وحي مضيه إن تتكاسي كون كاس لنساء وتسبيح سنة إن لباب إيه ولا هلاقه بمضيه لكن إلهي نحريسي سي رحمدي سي يدو القاد كيسا إيوه رافدي سا أم باي معرفة بن آدم كاسي أي كجوغان مركزتك وحان لينها والإلهي سبحانه وتعالى وحال الرباء إنا تكو عابدان ووحو سنبنين والله إغو أهين أن لو تيرين هنا أم لينينا مركز اللي يدد باساس يلي جري أولاد تيرين جري ما أنتنا وحيو كالواجلان
dadba sidaas oo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan la ogaahay ilaahay u tiirinaya waxaan la mid oo kale ilaahay sharciga uu soo dejiyey qaadan mayno ilaahay waxaan la ogaahay way ilaahay subhanahu wa ta'ala banaanka kasta abuurtay sharciga uu soo dejiyey shariicu uu soo dejiyey maamul buu soo dejiyey dantoodii maslaxadooda ku jirto haddaad ka leexato oo meel kale wax la aado ilaahay subhanahu wa ta'ala tanziihiisi iyo maarata mudnaantiisi baad wax u dhimaysaa marka dadka waxaan leenahay war ilaahaygaas shay kasta uu ku tasbiixsanayo oo koonkaan oo dhan uu isla hoorinaya tasbiixdaas dhinac ka raac oo markaad xataa tasbiixsanayso u dareen oo u shucuur in aad wax qayb ka mid a fardi ka mid a ilaahayga koonkaas uu ku tasbiixsanayo qayb ka mid a inaad tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ula jeesato wixii aan laa'iq ahaynna ilaahay aad ka nasaaxdo oo ka tofowdo ilaahay subxaanahu wa tacaala jasakallahu khayran waxaan soo gaarnay gunaanudkii xalqadii saddexaad sida walaalo ay soo sheegeen koonkan oo dhan ayaa waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tasbiixsanaa macnaha ilaah ayuu caabudayaa bini aadankan muxuu ku diiday marka in allihii abuuray inuu caabudo inuu ilaahay u hoggaansamo allihii abuuray ee quudinaaya ee caafimaadka siiyey ee wax walba siiyey koonkii oo saa u hoggaansanay ayaa insaankii wuxuu noqday shaad uu ka noqday koonkii koonkii inuu ku dhex nooli dadku waxaan leenahay warhee dhahay waxaa ku daysataan koonkan ilaahay subxaanahu wa tacaala saan u ateecsan ilaahay macnaha ateecsan alle u sujuudsan alle caabudaaya alle u hoggaansan alle rumaysan macnaha kownka abuuritaankiisa iyo bini aadanka abuuritaankiisa siduu ilaahay yidhi lakhalqu samaawaati walardi akbar min khalqi innaas koonka noocaas ee maadaama ilaahay saan ugu hoggaansan yihin idinkana waxaa la rabaa allihii idin abuuray caawa dhan waxaa laga soo hadlayay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadiisa inuu khaaliq uu yahay khaaliqnimadaasna ay keensanayso in ilaahay loo hoggaansamo in isaga la isu duleeyo in isaga nidaamkiisa nolosha la qaato marka dadku waxaan leenahay war qaflada iyo halmaanka aad ku jirtaan kasoo toosa quluubtiinnana xaqan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ee rasuulku usoo dhiibay quluubtiina indhihiina xaqan u fura war ilaahay subxaanahu wa tacaala inta waqtiga macnaha uusan idin seegin ama waqtiga idinka tegin ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena basharka maanta noloshiisa sida uu yahay oo xaqiiqdaana indhaha ku fiiriya bini aadankii ilaahay u abuuray ee daciifka ahaa ayaa ilaahay halmaansan koonkii oo dhan shay kastaa la yidhi ilaahay waa min shay-in ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabudaa la yidhi amaa basharkii ilaahay wuu halmaamay fitradii ilaahay uu ku abuuray ee saliimka ahaydna way ka tageen marka war fitradiinnii saliimka ahayd ee ilaahay keliya taqaanay dib u baara oo usoo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaalana keligiis caabuda intaa ayaan kusoo gebagabayneynaa xalqadeena saddexaad intii aan ku kulmi doono kulankan xiga waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu